السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أوشكنا على نهاية هاي السلسلة أو هذا الكورس الليفل 1 أو أساسيات الشبكات. يعني الحمد لله شبه غطينا كل المواضيع، يعني هاي المواضيع اللي قدامكم. تمام، طبعا انتم هتلاحظوا انه بعض المواضيع انعطت بفيديو واحد. يعني على سبيل المثال بالفيديو الماضي احنا اخذنا عن الترانسبورت لاير وتحدثنا عن التي سي بي واليو دي بي. تمام، هتلاحظوا انه احنا تحدثنا عن التي سي بي واليو دي بي. اوكي، لاحظوا كمان احنا تحدثنا عن اكسبلين تي سي بي هاند شيك، فتحدثنا عن ثري هاند شيك، العمليه اللي بتتم بين السورس ديفايس او الجهاز اللي بده يرسل مع الديستنيشن ديفايس او اللي بده يستقبل. تمام، في حال طبعا كان بروتوكول تي سي بي، احنا قلنا اليو دي بي ما بدعم الثري واي هاند شيك. طيب عندي كمان تحدثنا عن بعض البروتوكولز وبعض البوتات باخر جزء من الفيديو، تحدثنا عن بعض هاي المنافذ البروتوكولات. فاليوم ان شاء الله حنتحدث عن بعض الهجمات الشائعه او الاتاكس الشائعه على اللي بتتم على الشبكات او على الشبكه وعلى النتورك بشكل عام. تمام، وحنشوف اذا ظل معنا وقت حنتحدث عن بعض التكنيكس او ايش مثلا ممكن احنا نعمل لحتى نحمي الشبكه الخاصه فينا او نحد من خطوره الاتاكس عليها. طبعا احنا شبه خلصنا، يعني احنا شبه انهينا هاي السلسله، فبالتالي ان شاء الله اذا انهينا هذول الموضوعين اليوم بفيديو اليوم، تمام، حيظل عندنا اللي هو الفول ديمو. حنعمل فيديو ان شاء الله الفيديو القادم، اذا خلصنا هذول الاثنين الفيديو القادم حيكون انه كديمو. اوكي، نغطي فيه ان شاء الله المواضيع هاي، مش المواضيع هاي كلها طبعا، يعني اغلبها. تمام، بلاب عملي ان شاء الله، يعني حبنيه قدامكم من الصفر. اوكي، والفيديو اللي بعد هيك حنشوف بعض المواضيع الاضافيه، بعض الريفرنسز، ايش ممكن انا لوين انتقل بالمرحله الجايه، وبعض النصائح. طيب خليني ابدا بموضوع اليوم. تمام، بس دقيقتين يعني كمقدمه. طب اليوم عندنا بعض الاتاكس، انا للامانه يعني مش عامل سلايدات، تعمدت ما اعمل سلايدات يعني من نص الكورس الى بعده، عشان يكون الموضوع كله انا قدامك، ابحث عن المعلومه قدامك واعلمك كيف ممكن نوصل للمعلومه. فانا بدي اتحدث عن هجمات، يعني اجيب قدامكم صور ونشوف كيف احنا ممكن نفهم هاي المواضيع. طيب الان خلينا افتح بس بينت. تمام، اول هجمه واشهر هجمه حتحدث عنها على النتورك اللي هو اتوقع البعض منكم بيعرفه، اللي هو الدوس اتاك اند الدي دوس اتاك، خليه اتاكس. تمام، بالشكل التالي حنشوف الان شو الفرق بينهم وشو هاي الهجمات. طيب احنا قلنا انه بالنتورك بكون في عندي سيرفر او بكون في عندي سيرفرات. تمام، ايش يعني سيرفر؟ يعني خادم. ايش يعني خادم؟ يعني بيقدم خدمه للكلاينتس او الاند ديفايسز او العملاء. تمام، او الكستمرز. فبالتالي انا عندي مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال بنك معين انا بشتغل. تمام، بشتغل ببنك. حلو، بالبنك في عندنا ماني سيرفرز، او في عندي عدد من السيرفرز اللي هم بيشتغلوا كويب سيرفر. فانا هذا الويب سيرفر موجود عليه الويب سايت الخاص بالبنك تبعنا. فبالتالي انا الان هذا الويب سايت موجود على السيرفر، فبالتالي العملاء اللي لهم حسابات بالبنك عندي بدهم يدخلوا على حساباتهم عن طريق هذا الويب سايت. اوكي، طيب الان احيانا انت بتلاحظ لما بدك تدخل على ويب سايت معين ما بيقبل يفتح، بعطيك انه في مشكله من جهه السيرفر. تمام، انه السيرفر يعني مش قادر فعليا يوصل لك هاي البيج. فالان هاي بنسميها الدوس اتاك. الدوس اتاك هو عباره عن هجوم تمام لحجب الخدمه. ايش يعني لحجب الخدمه؟ يعني انت عندك هون بي سي، انت عندك هون بي سي. تمام، هاي هون عندك انت او خلينا نقول كاستمر، مش عارف كيف بتنكتب الأمانة، ولكن اتوقع بتنكتب بالشكل التالي، او هون في يو هون او، يعني العكس مش مهم الان، احنا بنعطيش محاضره انجليزي. فعندي هون كمان، هون عندي هون كمان سيرفر. اوكي، هذا السيرفر اللي هو السيرفر الخاص بالبنك، هذا السيرفر الخاص بالبنك. فخليني اكتب عليه هون ويب سيرفر. ويب سيرفر. تمام، طيب
الآن هذا الويب سيرفر موجود عليه الموقع الخاص بالبنك، وأنا هون كستمر بدي أدخل على اللي هو اللي بدي أدخل على حسابي البنكي، أدخل على حسابي مثلا بدي أسحب مصاري معينة، بدي أعمل إشي، بدي أعمل سيرفس، بدي أطلب سيرفس معينة من هذا السيرفر، أوكي؟ فأنا الآن حبعث، شو حبعث؟ حبعث الآن أنا ريكوست، الآن أنا ريكوست، فالسيرفر عندي هون المفروض إنه شو المفروض؟ المفروض إنه يبعث لي البيج أنا بدي إياه، يبعث لي الويب سايت ويقول لي تفضل ادخل أنت. ولكن احنا يعطيني انه السيرفر انه البيج يعني نوت فاوند، او يعطيني اي شيء، او خلينا نقول يعطيني اي انديكيت او اي اشاره انه هذا السيرفر اللي عندي، او انه مش انا مش قادر ابعث لك البيج، مش قادر ابعث لك البيج، تمام؟ او السيرفر مثلا داون، احيانا بعطيك انه السيرفر داون. فهاي المشكله بتحدث عندي بسبب انه السيرفر ببطل قادر يستجيب للطلبات، ببطل قادر يستجيب للطلبات. ليش بطل قاعد يستجيب للطلبات؟ لانه في عندي شخص، تمام، هاكر او شخص معين بس حاب انه يعمل اتاك بسبب تخريب او لاي دافع ثاني. احنا بنعرف انه الاتاكس او الاختراقات او الهجمات على المواقع او الشركات المعروفه بتكون لغرض معين، او على اشخاص تكون لغرض معين مثلا، او دوافع معينه. على سبيل المثال انا مثلا بدي اعمل اتاك على شخص، في عندي اكثر من دافع، مثلا بدي اخترقه مثلا واحصل على اموال، بدي مثلا بدافع تخيبي، او مثلا بدافع لرغبه ان انا خلص انا هيك مزاج، او انا حاب مثلا اعمل تيستينج للسكيلز اللي عندي او لمهاراتي، فبقى باجي بجربها على شخص معين او على شركه معينه او على اورجانيزيشن معينه، تمام؟ فهي هجوم حجبي خلوه، انا ببعث كم هائل من طلبات. يعني بيجي شخص او مجموعه اشخاص، طبعا الدوس اتاك عباره ان يعني هو عندي عباره عن بي سي او ديفايس معين، تمام، بيبعث كم هائل من الطلبات، كم هائل من الريكوست للسيرفر. فبالتالي هذا السيرفر بطل قادر يستجيب. ليش؟ انه عندي السيرفر انا كمواصفات، تمام، السيرفر والله انا مثلا اشتريت سيرفر، اوكي، انا خلاص عارف انه هذا السيرفر بيقدر مثلا يستقبل مثلا لحد خلينا نقول مثلا 50,000 ريكوست ويعالجهم، بس كمثال يعني، تمام. انا اذا بيجيني 60,000 ريكوست انا هون بوقع السيرفر بوقع، فبطل قادر يستجيب. فبالتالي هذا الشخص بيعمل مثلا سكريبت مثلا بايثون باي لانجوج ثاني، بروجرامينج لانجوج، يعني بيعمل تول او سكريبت، تمام. هاي السكريبت بحط خلينا نقول بلوب معينه، تمام، او فور لوب او جمله حلقيه، تمام، بتخلي هذا الجهاز يبعث كم هائل من الطلبات للسيرفر، يبعث كم هائل من طلبات السيرفر. بالتالي السيرفر هون ببطل قادر يستجيب، ببطل قادر يجمع. انت على سبيل المثال خليني اخذها كمثال، اعطيك مثال، تمام، بس شوف الوقت لان انا بكثر بالسوالف. خليني اعطيك اياها كمثال. انت الان قاعد وسط مجموعه من الاشخاص، تمام، انت الان قاعد تتحدث بنقاش مع مجموعه من الاشخاص. فبالتالي عندك مثلا لو في مثلا شخص واحد تاخذ انت قاعد منه كلام وبتستقبل، يعني بتاخذ منه بتعطي، تمام، كلام. يعني والله انت مثلا قاعدين مع 6-7 اشخاص، اوكي، عندك شخص مثلا منهم قاعد بتناقش معك بموضوع معين. الشخص قاعد بتناقش معك، تمام، موضوع معين، لنفرض مثلا موضوع عن الجامعه، تمام، موضوع عن الجامعه، بتتبادلوا الحديث، تناقشوا مع بعض، يعني والامور بيناتكم شو سليمه 100%. لو دخل شخص ثاني على الخط يسولف معك، يعني شوي ممكن تجمع. فانت مثلا تقدر تتناقش مع الشخص الاول، وبعد انت ما تخلص كلام مع الشخص الاول مباشره ترد على الشخص الثاني، تناقش مع الشخص الثاني لحد ما الشخص الاول يسولف. فانت قاعد تستقبل هون، يعني انت قاعد تاخذ تعطي من هذا الشخص ومع هذا الشخص. طب لو الان دخل معك شخص ثالث على الخط وشخص رابع على الخط وصاير يسولف معك، انت مش انت بني ادم، الانسان عنده ايش؟ عنده اذان، يعني عنده اذنين، تمام، فمش حيقدر ياخذ ويعطي مع خلينا نقول مع 5-6 اشخاص، يعني صعب جدا. انت مش حتجمع. فانت شو انت حتصير يسقط منك الكلام، حيصير يوقع منك الحديث، حتبطل تجمع، حتقول لهم بس ستوب، انا بطلت قادر اجمع. واحد واحد يسولف، سولفوا معي واحد واحد. هذا اللي بصير عندي بالدوس اتاك. الديدوس اتاك بكون عندي مجموعة من الأجهزة، وبتبعث طلبات للسيرفر. السيرفر ببطل قادر يجمع، ببطل قادر على مين بده يرد. فبالتالي السيرفر هون بوقف، ببطل قادر يستجيب ولا أي واحد. أما الدوس اتاك
خليني أشبهك مثال عبارة عن شخص، تمام؟ هذا الشخص بتناقش معك بمثال أو بموضوع معين، ولكن الشخص نفسه بيفتح أكثر من موضوع. يعني على سبيل المثال بتلاقي نفس الموضوع بنفس الوقت وبنفس النقاش، تلاقي الشخص بيسولف معك عن الجامعة، ما بتجي أنت مثلا بدك ترد معه أو ترد على جوابه على سؤاله عن الجامعة، تجاوبه على سؤاله على الجامعة، تمام؟ فجأة بتلاقيه بيفتح موضوع عن السيارات، فجأة تلاقيه بيفتح موضوع مثلا عن العقارات، فجأة تلاقيه بيفتح موضوع مثلا عن الدول وعن السفر وعن السياسة إلى آخره. فأنت بطل تجمع أنا وين بدي، كيف بدي أستوعب أنت المواضيع، قاعد ما بخلص من السيارات أنا بعديها بنسى أنت أي موضوع ثاني سألت عنه. فبالتالي هاي دوس وهي دي دوس أتاك، هاي بس كمثال، تمام؟ الآن خليني أفتح على جوجل ونشوف كصورة عملية. طبعا الدي دوس أتاك هشرح لك عنه هسه أكثر، تمام؟ ولكن خليني أشوف دوس أتاك جيف، أشوف أوكي، خليني أشوف طيب خليني أشوف هذا عندي هون، طبعا اللي هو خلينا نقول الديدوس اتاك، الديدوس اتاك، خليني بس ارجع ديدوس اتاك. طبعا ديدوس اتاك لحد ما الاقي صوره، يعني خليني اتحدث عنه اكثر، تمام؟ الديدوس اتاك كيف السيناريو تبعه اللي بصير، كيف السيناريو تبعه اللي بحصل ديدوس اتاك. يكون في عندي هاكر، يكون في عندي هاكر، تمام؟ هذا الهاكر بالبداية احنا بنعرف انه عندي النتورك مجموعة من الاجهزة، عندي النتورك ايش؟ مجموعة من الاجهزة، تمام؟ انا عندي هاكر، هذا الهاكر بقوم باختراق جهاز على النتورك، يقوم باختراق جهاز وان ديفايس على النتورك، تمام؟ فبعد ما يخترق الجهاز او الديفايس على النتورك بيقوم ايش؟ بتوسيع، او خلينا نقول بسموها البيفوتنج، تمام؟ بقوم بالتنقل من جهاز لجهاز اخر، يعني بقوم بالتوسيع، بحاول يعمل عمليه استيلاء او ايش، يحصل على او يحصل يحصل اكسس على كل الاجهزه الموجوده بالنتورك، تمام؟ فبالتالي بعد ما يحصل اكسس مثل ما انتم شايفينهم بالصوره على سبيل المثال، بعد ما يحصل اكسس على كل الاجهزه اللي بالنتورك، الان عندي النتورك بس نسميها بوتنت. فانت ما تسمع، انت شخص لما تسمع، الواحد بطل يعرف يسولف، انت لما تسمع شخص، بقول لك ايه والله اتاكر وصل لبوتنت او حصل على بوتنت. ايش يعني حصل على بوتنت؟ بوتنت عباره عن مجموعه من الزومبيز. ايش يعني زومبي؟ طب انت قلت لنا بوتنت مجموعه، عباره عن مجموعه من الزومبيز، ايش يعني زومبي؟ تمام؟ زومبي هو الجهاز اللي بيكون بالنتورك ولكن الجهاز مقطع. بعتذر عشان شوي مفلوز، تمام؟ إذا الزومبي عبارة عن جهاز موجود بالنتورك ولكن هذا الجهاز تم اختراقه، فبالتالي بسميه زومبي. المجموعة من الزومبيز، إذا في عندي مجموعة من الزومبيز مثلا هذا زومبي، هذا زومبي، هذا زومبي، تمام؟ وهي الصورة، هذا زومبي، هذا زومبي، هذا زومبي، تمام؟ مجموعة الزومبيز هذول عندي كلهم مع بعض بسميهم بوتنت نتورك، بوتنت نتورك، يعني شبكة بسميها البوتنت. طيب خليني ارجع هون اشوف المثال حلو لسيسكو، اوكي لسيسكو، خليني اشوف هون عندي الدوس، اتوقع هذا دي دوس، خليني اشوف بس، اوكي هذا 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 الاتاكر بعث بينج بينج بينج، هون عندي السيرفر قال له اي كان نوت اكمبلش ماي ايش، يلا دي شو نشوف، اي كان اكمبلش اني ورك. الان هذا هذا الاتاكر اللي عندي هون، هذا الاتاكر اللي عندي هون، خليني افتح الجيف ايمج، اوكي عشان تكون طيب، مش مشكلة عادي هون. الآن هذا الأتاكر اللي عندي هون ببعث مجموعة من الطلبات، مجموعة من الريكوست، ببعث مجموعة من البنج من الاي سي ام بي اي كويكوست، تمام؟ لهذا السيرفر، لأن هذا السيرفر بهاي النتورك المفروض يخدم الأجهزة هذول، فبالتالي أي جهاز بده يتواصل مع هذا السيرفر حيقول له أنا مش قادر ألبي لك الطلب، مش قادر أخدمك، ليش؟ لأن في فعليا في عندي شخص الآن أشغلني، في عندي شخص فعليا الآن حجب خدمتي، هذا الأتاكر الموجود هون بعث مجموعة من الطلبات، مجموعة من الريكوستات، وقع السيرفر. وقعوا السيرفر بطل قادر يجمع، عمين بده يرد، فبالتالي هذول الاجهزه اللي هون الان مش قادرين يوصلوا للخدمه
الخاصة بهم على هذا السيرفر، ايش قاعدين يوصل الآن. لاحظ عندي هون هاي البنت الموجودة هون بدها توصل للسيرفر، فهون بقول this website is very slow today، الويب سايت الآن بطيء. انت حتلاحظ احيانا الويب سايت طلبك للويب سايت بكون بطيء، يعني برد عليك بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق، واحيانا بتلاحظ انه السيرفر يعني مش قابل يبعث لك الريسبونس ابدا، ومش قابل يرد عليك ابدا، مش عارف يرد عليك ابدا. هاي المشكله انه انا ببعث قاعد للسيرفر والسيرفر بردش علي. طبعا شو استفدت هون؟ ما استفدتش شيء، ما قدرتش اوصل للخدمه تبعتي، السيرفر وقع بالشركه وسبب لها كم هائل من الخسائر. لان نجي على الـ على الـ على الديدوس، لو شفنا الان الديدوس، اوكي هذا الدوس اللي هو الدوس بكون الاتاك من جهاز واحد، من ديفايس واحد، هيك بنسميه دوس اتاك. اما الديدوس اللي هو طبعا الدوس اختصار لدينيل اوف سيرفيس، دينيل اوف سيرفيس يعني هجوم حجب الخدمه. اما الديدوس اختصار لديستريبيوشن دينيل اوف سيرفيس، يعني خلينا نقول هجوم حجب الخدمه ولكن بيكون موزع ديستريبيوشن، اوكي يعني بيكون دي عندك الاتاك موزع على اكثر من ديفايس، الاتاكر بيستخدم اكثر من ديفايس. طيب دي دوس اتاك خليني اشوف. اوكي لو نشوف هاي الان مش هي ايمج عادي، اوكي طيب الان لاحظوا عندي هون عندي اتاكر تمام. هذا الاتاكر استولى على كل هاي الأجهزة، فكل جهاز عندي سميناه هون زومبي، هذا زومبي هذا زومبي هذا، طبعا هم جهاز يعني جهاز عادي واقعي، إما لابتوب أو بي سي معين تمام، أو أي ديفايس معين بيبعث لك كوستات فون أي جهاز يعني تمام. عندي زومبي 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 إلى آخره. مجموعة الزومبيز هاي كاملة بنسميها إحنا بوتنت، أوكي بوتنت. يعني الآن لو بدك تبحث هون تكتب مثلا بوتنت، بوتنت عبارة عن مجموعة من الزومبيز، هاي البوتنت عندي هون تمام. الاتاكر بيستولي على كل هاي الديفايسز، فاحنا بنسميها بوتنت، بنسميها بوتنت. البوتنت لو سألك شخص شو ايش البوتنت، البوتنت عبارة عن a network of computers okay infected by malware that are under the control of single attacking party. ان البوتنت عبارة عن مجموعة من الاجهزة يعني بنتورك معين تمام، تم الاستيلاء عليها بطريقة من الطرق. الآن المال راح نتحدث عنها إن شاء الله بالسكشن الجاي تمام. وأنا خلينا نستعجل بالحديث كمان عشان الوقت ما يطول عليكم. عندي هاي هي الديدوس أتاك، أنا بستخدم أكثر من جهاز، بخترق نتورك كاملة، بوت نت كامل، مجموعة من الزومبيز، وباجي على كل زومبي لاين بوجههم سكريبت، بقولهم الآن يلا اعمل هجوم على أو اعمل أتاك على سيرفر معين، على فيكتيم معين. فبالتالي هاي الأجهزة كلها حتوقع السيرفر 100% لا خلاف عليه. طيب شو من الاتاكس الثانية احنا ممكن نتعرف عليها؟ الآن احنا انهينا موضوع الدوس والديدوس، اوكي دينيل اوف سيرفيس والديستريبيوشن دينيل اوف سيرفيس، تحدثنا عن هاي أشهر الهجمات على النتورك. عندي ال خليني أقول الاتاك الثاني تحدث عنه اللي هو المان ان ذا ميدل اتاك، المان ان ذا ميدل اتاك. بدي اكتب لكم اياه هون على البينت عشان بعد ما تخلصوا يعني تعملوا سكرين شوت اوكي او تحتفظوا فيهم، فبالتالي بتبحثوا عنهم براحتكم تتعمقوا فيهم لو كنتوا حابين مجال السكيورتي اكثر. مان ان ذا ميدل اتاك، مان ان ذا ميدل اتاك، اوكي لاني جاي مان ان ذا ميدل اتاك، مان ان ذا ميدل اتاك. ايش قصدي يعني مان ان ذا ميدل اتاك؟ ايش قصدي مان ان ذا ميدل اتاك؟ تمام، المان ان ذا ميدل اتاك او هجوم، خلينا نقول الشخص في الوسط او رجل في الوسط، مان ان ذا ميدل رجل في الوسط تمام. انت الان يعني عندك هنا يوزر، انت بدك تطلب ويب سايت الفيسبوك، بدك تطلب ويب سايت الفيسبوك تمام. هون عندي ويب ابلكيشن اللي هو مثلا www.facebook.com تمام، بدك تتواصل انت معه، لان هذا انت بس تواصلت الان انت مع الويب سايت او مع السيرفر تمام، رجع لك الويب سايت قال لك يلا انت الان ادخل اليوزر نيم وادخل الباسورد الخاص فيك. فانت الان دخلت اليوزر نيم ودخلت الباسورد، لان وين المشكله؟ المشكله انه انت بينك وبين الويب ابلكيشن او بين السيرفر اللي على الابلكيشن تمام، في عندك رجل بالنص وفي عندك اتاكر بالنص، شخص ما بوسط الاتصال او الكونكشن بينك وبين السيرفر تمام. فبالتالي انت الان
اي ترافيك، اي ترافيك او اي بيانات حتطلع من جهازك للسيرفر، اوكي، حتعدي على هذا الشخص. يعني البيانات يعني حتعدي على هذا الشخص، بعدين حتذهب او حتروح للجهاز اللي موجود عندي هون، تمام؟ فبالتالي يعني عندي هذا السيرفر، اي بيانات تطلع من عندك بتروح للسيرفر هذا، الجهاز هذا الشخص الموجود عندي هون بكون بامكانه انه يحصلها ويحصل عليها، وبامكانه انه لقاء هاي البيانات. فبالتالي هو معه، فبالتالي هو حصل على اليوزر نيم وحصل على الباس الخاص فيك، حصل على الباس الخاص فيك اكزاكتلي مثل هون مثلا. هاي عندي هون كمان مثال ثاني، تمام؟ عندي هون رجل، رجل تمام، او شخص معين بوسط الكونكشن او بوسط الاتصال بيني وبين السيرفر. في عندي هون مجموعه من اليوزرز بتواصلوا مع السيرفر، ولكن الاتصال الخاص فيهم، اوكي، هم الان بيفترضوا ان الاتصال الخاص فيهم ماشي بشكل سكيور، بشكل امن من عندهم السيرفر مباشره. ولكن المشكله انه هم ما بيعرفوا ان في عندهم اتاكر، اوكي، واقف بالميدل، او خلينا نقول واقف ان ذا ميدل اوف نتورك، ان ذا ميدل اوف نتورك، بوسط هاي النتورك، تمام؟ فبالتالي بحصل على كل الترافيك الطالع او كل الداتا الطالع من عندهم واصله او رايح للسيرفر. هذا هو هجوم مان ان ذا ميدل اتاك، هذا هو هجوم مان ان ذا ميدل اتاك. طيب عندي شو كمان؟ انا للامانه يعني مش محضر المعلومات هاي من قبل، لو محضر تلاقوني عامل سلايدات، ولكن انا قاعد ببحث معكم بنشوف احنا كيف ممكن نوصل للمعلومات، كيف ممكن نوصل لامثله. طيب هون كمان اكزامبل ثاني، عندي اليس، عندي هنا بوب، الله يرحم ايام اليس وبوب، اخذناهم ماده سكيورتي بالجامعه، ولكن ما علينا، احنا هنا في امثله عن المان ان ذا ميدل اتاك. عندي هون مثلا اليس ببعث مثلا كريبتو كيز لبوب، مثل ما انت هون، او محادثات معينه. هون في عندي اللي هو تشيرز، مش عارف شو اسمه، اتوقع اسمه تشيرز، اوكي، بوسط الكونكشن بيناتهم وقادر انه يقرا كل المعلومات اللي بتتم بينهم. كيف بحدث المان ان ذا ميدل اتاك؟ كيف بحدث المان ان ذا ميدل اتاك؟ مش موضوعنا هون، ان شاء الله حناخذ بالنتورك ليفل 2 او كورس ليفل 2، ولكن انا هون جاي افهمك الكونسبت. اذا بتلاحظوا الان بكل كورس اساسيات الشبكات انا قاعد بعطيك كونسبت وبحاول اعطيك عملي، بحاول اعطيك عملي، ولكن ما بدي اعطيك عملي هون عشان الموضوع فيه كونفجريشن على الاجهزه، اوكي، فما بدي يعني خلينا نقول خليك التو، فلا خليها على الليفل 2 ان شاء الله. بعد ما خلصنا من ذا ميدل اتاك، خليني اتحدث عن اللي هو ايش في كمان يا سيف، دي ان اس مثلا، بويزنينج اتاك. احنا عرفنا ايش عند دي ان اس، قلنا دي ان اس حسب المثال. باجي انا هون بكتب الان www.google.com، ولكن احنا بنعرف انه الاجهزه او الاجهزه بشكل عام موجوده عندي على النتورك كامل، تمام، او بالانترنت خلينا نقول مثلا بشكل عام. التواصل بيكون راح يعني عن طريق الاي بي، عن طريق الادرس الخاص بالسيرفر او بالديفايس. فبالتالي انا ما بقدر اتواصل معها عن طريق اللي هو الاسم، يعني اكتب مثلا google.com يوديني على السيرفر اللي هو جوجل. فشو الحل؟ الحل قام نجيب عندنا احنا دي ان اس سيرفر، تمام؟ ودي ان اس سيرفر هذا بنقول له اسمع يا دي ان اس، اذا شخص طلب منك www.google.com بترجع له هذا الاي بي، تمام؟ بترجع له هذا الاي بي. يعني على سبيل المثال احنا ما حناخذ الان ونتعمق، ولكن بس خليني اوصل لك الان. بدي اقول له ان اس لوك اب، ان اس لوك اب تول، تمام؟ بستخدمها عشان فعليا انا اعمل خلينا نقول كويري، ابعث كويز او استعلام للدي ان اس عن دومين معين، تمام؟ فانا حقول له www.google.com. قال لي السيرفر google.com له هذا الاي بي، له هذا الاي بي، انا مخزن عندي انه ال www.google.com برجع لك هذا الاي بي. طب خليني اشوف الان، واجع هون على سبيل المثال واقول له هذا الاي بي حيوديني على جوجل، وداني على جوجل، لانه هذا الاي بي فعلا نفس الدومين. طيب الان دي ان اس بوزنج ايش المشكله عندي؟ انه على سبيل المثال هذا هون عندي اتاكر، عندي هون اتاكر، تمام، او هاكر معين يعمل اتاك على الدي ان اس سيرفر، يعمل اتاك على الدي ان اس سيرفر. فالان عندي انا بس يعمل اتاك على الدي ان اس سيرفر، اوكي، اجي الان هون عندي خلى الدومين www.google.com، لانه عارف ان اليوزر حيكتب الدومين ما حيكتب الاي بي.
فخلى الدومين زي ما هو www.google.com. اوكي، هذا الشغل على السيرفر، هو طبعا عمل اتاك على السيرفر، تمام. بعد ما خلى الدومين زي ما هو، شو عمل؟ اجي مغير الاي بي لاي بي لسيرفر ثاني هو بتحكم فيه. يعني انا شخص اتاك الان، عندي سيرفر، تمام، هذا السيرفر عامل عليه ويب سايت بيشبه الويب سايت الخاص بجوجل، يم طبق الاصل، نفس الموقع، تمام، عشان اليوزر ما يشك انه في، يعني انه فعليا في اتاك عليه، تمام. فانا بس غيرت الاي بي لاي بي لسيرفر ثاني، هذا السيرفر عامل عليه ويب سايت، تمام، بيشبه جوجل ولكن هو مش جوجل. فالان شو عندي انا هنا؟ الان عندي بس اكتب جوجل دوت كوم، تمام، الدي ان اس السيرفر حيوديني وين؟ حيوديني على السيرفر او الويب سايت الخاص بالاتاكر، على الويب سايت الخاص بالاتاكر. الان بس ابعث ريكوست، حيوديني وين؟ على الويب سايت الخاص بالاتاكر، مش علي الويب سايت او الويب سايت الحقيقي. فبالتالي انا عادي هون بدخل بلاقي مثل موقع زي هيك بشبه جوجل، تمام، بس انا مش عارف انه هاي المعلومات البيانات اللي انا بدخلها، لو كانت بيانات حساسه مثلا زي فيسبوك بدخل يوزر نيم وبس، انا مش عارف هاي المعلومات بتروح لسيرفر فيسبوك فعليا او سيرفر جوجل فعليا او بتروح لسيرفر ثاني. فهذا هو الدي ان اس بويزنينج اتاك. ان شاء الله تكون الامور يعني واضحه، تمام. طب ايش كمان في عندي؟ عندي الدي ان اس بويزنينج، عندي اخذنا المان ان ذا ميدل، اخذنا الدوس، اخذنا الدي دوس. عندي احيانا بنلاحظ انه الموظفين اللي عندي، طبعا اغلب الهجمات على النتوركس تكون داخليه. كيف يعني داخليه؟ 70% من الاتاكس على الشبكات بتكون فعليا بسبب الموظفين الموجودين عندي بالشركه، هجمات بسببها الموظفين الموجودين عندي بالشركه. كيف يعني؟ من اشهر الهجمات اللي بتتم عندي بالنتورك اللي هي السوشيال انجينيرنج، كمان عندي السوشيال انجينيرنج اتاك او الهندسه الاجتماعيه، تمام. فكيف يعني الهندسه الاجتماعيه؟ بنسميه احنا فن خداع العقول، او خلينا نقول مثلا فن الكذب، او انت كيف تخدع شخص قدامك. سبيل المثال، شخص معين بيشتغل ببنك، او بيشتغل، خليني اقول وين، مثلا بيشتغل مثلا ببنك معين، تمام. وهذا الشخص شغله مثلا والله على السيرفرات، يعني بنيه السيرفرات، او مثلا بالداتا سنتر، تمام. والان انا اتاكر بدي اخترق هذا البنك، بدي اوصل لهي السيرفرات، تمام. فبتلاقيني مثلا بنتحل شخصيه، مثلا بعمل اي شيء اخدع فيه الموظف، تمام. مثلا بنتحل شخصيه والله مثلا موظف دعم فني، موظف مثلا دعم فني، تمام، موجود مثلا بشركه داعمه لهذا البنك، موجوده هاي الشركه في مثلا اوروبا او بدوله ثانيه، تمام، بدوله ثانيه. او مثلا على سبيل المثال والله مثلا بتواصل مع هذا الشخص بقول له مثلا انه انا موظف، تمام، موظف مثلا بمايكروسوفت، اوكي، واحنا بنعمل تحديثات على سيرفرات مايكروسوفت موجوده عندك، فبدي مثلا تزود لي معلومات 1 2 3. فهو ايش بيجي من كل عقله مثلا وبزوده، وهيك بكون هو مثلا ضحك عليه او خدع، تمام. فهو بكون قدر يوصل للي هو السيرفر. اشهر مثال على السوشيال انجينيرنج والهندسه الاجتماعيه فعليا اللي بتم مع اهالينا. احنا المشكله احنا بالمجتمعات الفئه فعليا المستهدفه للاتاكس بتكون اما فئه الاطفال او فئه الشيوخ او فئه كبار السن، تمام. فئه كبار السن للاسف بسبب قله وعيهم بالمجال، تمام، يعني بسبب قله وعيهم بالمجال. وعندي اللي هم الاطفال، يعني زي ما قلنا انه المشكله عندنا احنا بالمجتمع انه الفئه المستهدفه فعليا بالاتاكس بتكون اما كبار السن او الاطفال، تمام، او الاطفال. الشباب يعني نادر جدا ما يستهدفوا بالاتاكس لانه عندهم نوعا ما وعي بالامن المعلوماتي، تمام. اما كبار السن ما عندهم وعي بالامن المعلوماتي. بتلاقي مثلا شخص بيبعث لشخص على الواتس بتقول له السلام عليكم، طبعا يعني انت، هو ما بيعرفك ولا انت بتعرفه، تمام، بتقول له السلام عليكم، بتقول له انا بالبنك، انا بشتغل ببنك معين، واحنا بدنا نعمل على سبيل المثال دعم فني، او بدنا نعمل خلينا نقول مثلا بدنا نعمل اصلاح او فيكس لشيء معين او لثغره معينه، تمام، بالحسابات البنكيه، وبنطلب منك تزودنا بحسابك البنكي عشان احنا نشيك فعليا هل انه فعلا تم عليه عمليات خصم او اي شيء عليه مثلا على حسابك البنكي، فزودنا بحسابك البنكي. فبتلاقي الشخص هذا مكيف انه والله تواصل معي موظف بنكي، تمام، وبدي يتاكدوا من حسابي،
على سبيل المثال لو بدهم يعملوا يعني شغل هذا معين، تلاقي مثلا شخصين مثلا بيحكوا مع بعض، يزم عادي، ما هو مثلا ما هو موظف بنك، موظف بنك اعطيته حسابي، يعني شو بده يعمل مثلا موظف البنك؟ الان السؤال هل هو فعليا موظف بنك؟ وحتى لو موظف بنك انت اصلا كيف بتعطيه، حسابك البنكي؟ كيف بتعطيه بيانات حسابك البنكي؟ لو حتى هو موظف بنك انت كيف تعطيه بيانات حسابك البنكي؟ لو بدهم بيانات حسابك البنكي عادي موظفين البنك بتجيبوها من الداتابيز اللي عندهم، تمام؟ فانت الان كيف بتعطي حسابك البنكي لشخص معين وانت ما بتعرفه؟ وحتى لو كان موظف بنكي وبعث لك الباج الخاص فيه، بعث لك اي اثبات انه هو موظف بنك، كيف انت اصلا بتعطيه البيانات هاي؟ اذا انت موظف بنك عندك داتابيز البنك، جيب حسابي منها، اوكي؟ فبالتالي هاي الفئه المستهدفه اللي هم كبار السن، احيانا بيكون عندهم قله وعي بالامن المعلوماتي، بعضوا حساباتهم لاي شخص، بعضوا يعني سهل جدا تخدعهم، سهل جدا للاسف، سهل جدا تخدعهم. والاطفال كمان نفس الاشي. فهاي هي يعني هجمات اللي هي السوشيال انجينيرنج، يعني فعليا كيف اخدع، شخص، او فن الاخداع، كيف انا فعليا اخدعك بحيث انه انا احصل على اشي بدي اياه، احصل على او اعمل الهدف المعين اللي ببالي بدي اياه، تمام؟ بسبب او عن طريق خداعك، طيب الان عندي كمان من بعض الهجمات اللي هم خليني اقول الان خليني اتحدث عن المالوز، اوكي؟ عن المالوز. ايش يعني مالوا؟ المالوا عندي هاي الصوره ممتازه، اوكي؟ هاي الصوره ممتازه جدا، تمام؟ هاي الصوره ممتازه جدا. عندي المالوا، اوكي؟ المالوا عندي بنسميها يعني برامج خبيثه، هاي برامج خبيثه، تحتوي على اكثر من صنف، تحتوي على الديدان، تحتوي على الفيروسز، تحتوي على الرانسوموير، تحتوي على اكثر، تحتوي على الكروجن، تحتوي على سباي وير، تحتوي على اكثر من شيء، تمام؟ ولكن هي بتصنف يعني بالنهايه برامج خبيثه. ايش يعني برامج خبيثه؟ يعني بالنهايه هدفها تضر النتورك اللي عندك، تاثر على النتورك اللي عندك، تمام؟ توقع النتورك اللي عندك، هدفها كمان اختراق النتورك اللي عندك. لو كان تروجن مثلا، تروجن هورس، اوكي، انا بختارك عن طريق النتورك الخاص فيه. طيب الان خليني ابدا مثلا بالديدان، تمام؟ الديدان عباره عن خليني اقول شيء معين او شيء خبيث، تمام؟ تم زراعته بالجهاز، وهذا الشيء خبيث طبعا بتنقل اكيد بين اكيد حيتنقل بين الاجهزه. لو كنت انت على سبيل المثال احيانا المشكله وين المشكله؟ المشكله احيانا يا اخوان انه لما جهاز بالنتورك يصيبه فيروس او يصيبه بورم معينه او ديدان معين، تمام؟ الشيء هذا ما بياثر بس على الجهاز بالنتورك، بياثر كمان على اغلب الاجهزه بالنتورك او على كل الاجهزه بالنتورك لو كانوا مفعلين بياناتهم فايل شيرنج. يعني على سبيل المثال غالبا حتلاقي انه النتورك موجوده بدومين، تمام؟ او بنطاق معين، مجال معين. وهاي الدومين موجوده وين؟ موجوده على وهاي الدومين طبعا معمول بين الاجهزه الموجوده فيها فايل شيرنج مثلا، عشان الموظفين ياخذوا فايلات من بعض وكذا. فبالتالي هاي الديدان بتسبب او بتنتشر بين الاجهزه، فبتسبب بطء، بتشل حركه الاجهزه، تمام؟ وهكذا. طبعا الفيروسات قريبه من الديدان ولكن مع اختلاف بعض الخصائص، على سبيل المثال اتوقع انه الفيروس، مثلا لو قلنا ديفرنس بين، انا ناسي المعلومه للامانه، بين فيروس اند الورم، اوكي؟ المعلومه بتذكرها بضل انساها. تمام. الان الفيروس بيحتاج منك انك انت فعليا تعمل عليه دبل كليك. يعني انت فعليا على سبيل المثال لو في عندك فيروس بالجهاز، تمام؟ فايل معين مثلا، عليه مثلا فيروس معين، اوكي؟ فانت هذا الفيروس ما حينتشر الا بس بطريقه واحده، انه يكون في تفاعل مع المستخدم نفسه، يكون في حدث من المستخدم نفسه. على سبيل المثال مثلا المستخدم كبس على هذا الفايل، تمام؟ فبالتالي هون الفيروس بنشط، اوكي؟ بيظهر. اما الديدان لا، الديدان لحالها بتشتغل، يعني اسمها دوده، تمام؟ بتتحرك لحالها. عندي كمان السباي وير. السباي وير عباره عن برامج، تمام؟ مبرمجه وتوضع بالاجهزه لهدف او لغرض التجسس، انت فعليا شو بتعمل على الجهاز، شو بتكتب، شو بتعمل. تخيل انت الان بتعمل تشتغل على جهازك، تمام؟ بتعمل شيء على جهازك وكل شيء بتعمله قاعد بيتم التجسس عليه. فهذا هو هدف السباي وير.
الأدوات الإعلانات طبعا، أدوات إعلانات يعني بيكون إعلان مثلا مزيف أو كذا، تمام. عندي رانسوم وير أو هجوم أو خلينا نقول فيروس الفيديو، حاليا جدا شائع، جدا شائع أوكي. وأشهر مثال على الرانسوم وير أو الفيروس الفيديو اللي هو الوانا كراي. الوانا كراي اسمه كالتالي، لو كنت حبيت تبحثوا عنه طبعا، مان ان ذا ميدل اتاك، وتحدثنا بعدها عن دي ان اس 3، بس خليني اكتبهم هون، دي ان اس بويزونينج. تحدثنا عن ايش كمان، تحدثنا عن ايش قبل الدي ان اس، عن السوشيال انجينيرنج، تحدثنا عن كمان اللي هو السوشيال انجينيرنج، تحدثنا كمان عن عن ايش كنا تحدثنا، عن المالوز. اوكي بعد ما تحدثنا بالمالوز قلنا انه في عندي اللي هم الورمز، عندي كمان اللي هم عندي كمان اللي هم الفيروسز، الفيروس اوكي. عندي كمان الرانسوم وير، فقلنا اشهر مثال على اللي هو الوانا كراي. هذا الوانا كراي فيروس فديه، تمام، اصاب 70%، اتوقع اصاب 70 دولة بالعالم، تمام، اصاب 70 دولة اذا معلوماتي ما خانتنيش يعني، صاب وبال 2014 اتوقع كان بال 2014 وصاب عدة دول بالعالم، تمام، سبب فيها خسائر جدا. يعني اشهر الدول اللي صابها اللي هو فيروس رانسوم وير صاب وصل للي هو بريطانيا، تمام، صاب فيها قطاعات جدا مهمه مثل القطاعات الصحيه، المستشفيات، وقع الاجهزه بالمستشفيات، اثر اجهزه المستشفيات، وعدة قطاعات ثانيه تعليميه، وصل للشرق الاوسط، يعني صاب اكثر من دوله، تمام. فالان شو رانسوم وير؟ رانسوم وير عباره عن فيروس، تمام، اذا 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 بوصل لجهازك، اذا بوصل لجهازك بيقوم بتشفير الملفات اللي عندك. يعني على سبيل المثال انت جهازك عليه اكيد ملفات مهمه وحساسه وبدك اياها، تخيل انت يعني ملفاتها تتشفى وتبطل انت قادر توصل اليها، تمام. طبعا الاتاكر او المهاجم بكون حاط لك فاي معين، تمام، كاتب فيه تعليمات، فبقول لك انه انا قمت بتشفير ملفاتك، فاذا انت بدك تستعيد ملفاتك وترجعهم لشكلهم الاصلي، تمام، او تاخذ الكي الخاص بفك التشفير، بامكانك تتواصل معي على هذا الايميل او تحول لي مثلا مبلغ 500 دولار، تمام، تحول مثلا مبلغ 500 دولار. طبعا بالشركات المهمه بيتم طلب منهم ملايين، المشكله كمان بقول لك على سبيل المثال انه مثلا مطلوب منك مليون، مطلوب منك مثلا او مطلوب منك مثلا 2 مليون، تمام، او 2 مليون عشان انت تحول اياهم قبل تاريخ، مثلا اذا بتحول اياهم قبل مثلا قبل اسبوع من الان، تمام، يعني من هون لاسبوع مثلا، تحول اياهم مثلا هون لفتره اسبوع، تمام، الفديه بتحول الفديه من هون لاسبوع، بتم خصم المبلغ، مثلا باخذ منك مليون ونص، تمام. هاي بس كمثال يعني، ولكن هو كشغله شف الملفات بطريقه انت يعني ما حتقدر توصل لهاي الملفات. طيب نحن تحدثنا عن عندي الووت كيك، كمان الووت كيك تكون عباره عن مجموعه من البرامج الخبيثه بتم زرعها في خلينا نقول بتطبيقات على النظام، ولكن بشكل مخفي بحيث انت ما تحسها وما تشوفها. يعني على سبيل المثال انا مثلا عندي هون مثلا بروسيس معين او تطبيق معين شغال على الديفايس اللي عندي، تمام. لو نفرض مثلا عندي شغال مثلا تطبيق معين مثلا زي الاوبس انا بشتغل عليه هون، تمام، فبتم زرع مثلا هذا البرنامج الخبيث في ملفات خاصه بالاوبس بحيث انا مثلا ما اكشفها، او بالبوس خاصه بالاوبس بحيث انا مثلا ما اكشفها، تمام، بس اشغل مثلا اوبس او البوس الخاصه بهذا الابلكيشن بيشتغل معه اللي هو الووت كيت. طيب عندي التروجن هورس، عندي كمان التروجن هورس، انا عارف اني طولت ولكن يعني عشان يعني محاضره واحده. عندي كمان الاوبس، عفوا، عندي التروجن هورس. التروجن هورس عباره عن خليني اقول تطبيق معين، تمام، تطبيق معين بيتم صناعته بشكل خبيث من الاتاكر، وهذا التطبيق بداخله انا بخبي ريفرس شيل او بخبي سكريبت معين، تمام، بحيث لما يوصل هذا التطبيق للجهاز
المستقبل ويتم فتحه، يتم فتح اتصال عكسي بيني وبين اللي هو بيني وبين هذا اللي هو هذا الديفايس انا بدي اخترقه. هاي بس كلام حسيع عن التروجن هورس، كلام حسيع عن التروجن هورس كمان. تمام، خليني بس اكتبه هون. رانس موي عندي كمان اللي هم اللوت، عندي كمان اللي هو التروجن هورس. تمام، كوكب يبحثوا عنه، ولكن ان شاء الله حنعطى بالتفصيل، حنشوف كيف احنا ممكن نطبقه، كيف احنا ممكن نعمل ابلكيشن، كيف احنا ممكن نعمل ابلكيشن مثلا exe ابلكيشن ويندوز. تمام، برنامج ويندوز مثلا، وهذا برنامج ويندوز على سبيل المثال ازرع جواته، احط جواته ريفرس شيل. تمام، ريفرس شيل، الريفرس شيل حناخذه، مش مهم الان تعرفوا تمام انت كمهندس شبكات، ولكن ان شاء الله حناخذه كورس خاص باختبار الاختراق او بالإيثيكال هاكينج. تمام، فبتم توضيح كيف احنا ممكن نصنع تطبيق نزرع جواته اللي هو ريفرس شيل ونوصله للجهاز اللي بده يستقبل. تمام، هذا التطبيق مجرد الجهاز ما يفتح اللي هو هذا الابلكيشن، انا عندي بتم فتح سيشن عندي على الجهاز، بقدر انا اتحكم بجهاز اللي هو تم اختراقه. فان شاء الله حين عطى بالتفصيل، بامكانك تبحث عنه بجوجل. تمام، بس اكتب تروجن هورس، اوكي، ولكن ان شاء الله حاعطيه بالتفصيل بكورس ثاني خاص بالإيثيكال هاكينج. تمام، هاي بعض المعلومات. الان يعني بس كلام سريع الان وموضوع سريع، كيف انا ممكن احمي النتورك اللي عندي؟ ممكن تحمي النتورك اللي عندك عن طريق انك انت تحط باسوردات لكل ديفايس عندك بالشبكه. الراوتر لازم يكون عليه باسوردات، السويتش لازم يكون عليه باسوردات، الاجهزه لازم يكون عليها باسوردات. طبعا كمان شرط الباسوردات اللي على الاجهزه لازم تكون مشفره. تمام، مفعل عليها انت انكربشن، عاملها انت انكربشن، اوكي. ممكن مثلا تعمل مثلا سيرفر خاص في السيرفر مثلا للتربل اي. التربل اي طبعا عباره عن اللي هو للاوثورايزيشن والاوثنتيكيشن والاكاونتنج. تمام، اوثورايزيشن في ان انت تتاكد انه هذا الشخص، هل انه مثلا شو صلاحياته على النتورك، شو ممكن مثلا يعمل على النتورك. تمام، الاوثنتيكيشن، شخص ما او شخص معين بده يدخل على جهاز عندي بالنتورك، هل هذا الشخص مصرح له او مسموح له يدخل على هذا الجهاز؟ فانت بتم التواصل مع سيرفر اللي هو التابل اي، اوكي، وسيرفر تابل اي اذا عنده بالسجلات الخاصه فيه يوزر نيم وباس لهذا الشخص بتم تزويده فيها، ما عنده بقول له لا هذا الشخص مش مسموح له. الاكاونتنج اللي هو عباره نفس السيرفر، ما بتلاقيه بسجل لك مثلا والله ملاحظات، بسجل لك معلومات انه مين وصل ل مين عمل اكسس على ديفايس معين، شو الموظف الفلاني شو عمل والى اخره. كمان من اشهر الطرق اللي انت ممكن تستخدمها عندك بالنتورك اللي هو الفاير وول. الفاير وول لازم يكون موجود عندك بكل نتورك. طبعا الفاير وول في منه هاردوير وفي منه سوفت وير. هاردوير كديفايس، كجهاز تشتري انت من الشركه، على سبيل المثال لو انت بدك تشتري مثلا خليني اقول نكست جينيريشن فاير وول من شركه بالو التو. تمام، عادي بتعطيك انت الديفايس تحطه عندك على النتورك. تمام، هذا الفاير وول مثل ما تحدثنا عنه احنا ببدايه الفيديوهات بهذا الكورس، بتم وضعه بين الانترنت وبين بين الاوتسايد وبين الانسايد، او بين الوان وبين اللان. تمام، بحيث فعلا انت يكون يعمل، خليني اقول هو بيعمل اكثر من عمليه. تمام، منها مثلا باكيت انسبكتنج او انسبكشن، ابلكيشن انسبكشن، يوزر بيعمل تشيك على اليوزر، بيعمل تشيك على الثريتس الورمز، اي شيء بخطر ببالك بيعمله الفاير وول، خصوصا لو كان فاير وول حديث ومن شركه، يعني من شركه حديثه ومن شركه قويه مثلا زي البالو التو. تمام، وسيسكو كمان طبعا عنده فاير وول بسموه الاسا فاير وول. فاير وول يعني بشكل عام زي ما قلنا عباره عن جدار ناري. تمام، بيتم وضعه بين الوان واللان، وبيتم التحديد على الفاير وول. انت بتحدد اكثر من منطقه، بتحدد عليه مثلا اوتسايد، بتحدد عليه الانسايد، بتحدد عليه مثلا دي ام زد. طبعا هاي المعلومات بالتفصيل ما حاطيها بهذا الكورس، يعني صعب جدا، انت بس بعطيكم كونسبت. تمام، بس بعطيكم كونسبت، يعني مش شرط تعرف ايش الدي ام زد، مش شرط تعرف كيف انا ممكن اعمل كونفيجريشن على الفاير وول. تمام، فزي ما قلنا الفاير وول شرحنا عباره عن انه مثلا بيحمي الاجهزه الداخليه بالنتورك من الهجمات اللي بتيجي من برا، او من الهجمات اللي تيجي عندي من الاوتسايد او من الوان او من النتوركات الثانيه او من الشبكات الثانيه. ايش ممكن اعمل؟ ممكن مثلا افعل، او مثلا ممكن اجيب عندي في عندي مثلا تيم بكون بالنتورك او بالشركه. تمام، في عندي تيم
بسموه السوك اناليسيس. السوك اناليسيس او السكيورتي او اتوقع السكيورتي اوبريشن سنتر، تمام؟ السوك اناليسيس اللي هم السكيورتي اوبريشن، يس سكيورتي اوبريشن سنتر، تمام. هذا القسم مثل ما شايفينهم بالصور، بنشوفهم احنا بالافلام، بنلاقي قدامهم شاشه خضراء واجهزه كثير قدامهم. فهذول بتلاقيهم لهم غرف خاصه فيهم السوك اناليسيس، بكونوا طبعا موجودين بكل الشركات، يعني بكل شركه الا ما تلاقي فيها تيم للسوك اناليسيس، تمام. فايش اللي بيعملوه؟ اللي بيعملوا انهم هذول قاعدين ويراقبوا الترافيك اللي جاي على النتورك، يعني كل ترافيك داخل وطالع، تمام. هذول قاعدين ويراقبوا بالداتا الداخلي والطالع من النتورك، اذا بيشوفوا اي تهديد معين يعني بيتم التعامل معاه مباشره. وهم فعليا زي حرس قاعدين بيراقبوا اي شيء بوصل للشركه وبيطلع منه. هذول هم السوك اناليسيس. انت كيوزر كيف ممكن تحمي جهازك من 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 ال انت كيوزر كيف ممكن تحمي جهازك من الـ من الاتاكس اللي بتصير عليك؟ دائما خلي الابلكيشن الخاص فيك، كل ابلكيشن او كل الابلكيشنز اللي عندك على الجهاز دائما خليهم يعني ابجريد او اب تو ديت، او يعني دائما خليهم محدثين لاحدث اصدار، اوكي. ايش كمان؟ طبعا انا حفضل انهي الفيديو. ايش كمان؟ خلي عندك يوزر نيم وباس على الديفايس، فعل الفاير وول، عندك انت سوفت وير فاير وول عندك على الديفايس او على اللابتوب او على البي سي، دائما خليك مفعله، تمام. ايش كمان؟ ايش ممكن كمان نعمل؟ دائما الويندوز او اي سيستم تستخدمه دائما خليه مفعل لاحد الاصدار. ما تفتح روابط من مواقع غير معروفه، لا تفتح روابط خارجيه، ما تستقبل او تفتح مسجات من اشخاص، او يعني في اشخاص معينين بيبعثوك مثلا مرات سبام، بحط لك فيها مثلا لينك معين، تمام. لينكات ما تفتح لينكات من اشخاص غير معروفين، تمام. ما تفتح لينكات، يعني انا بعيد لك اياها باكثر من مره عشان تستوعبها. شو كمان؟ ابلكيشنز من اي شخص ما تفتح، تمام. لا تحط الفلاشتك على اكثر من جهاز وتتناقل، لانه ممكن يكون فيها مثلا فيروسات. ايش كمان؟ حاول دائما تصفح المواقع المعروفه، يعني هي اغلب الاشخاص ممكن الشخص يعرفها طبعا، ودرهم وقايه خير من قطاع علاج. مش بالنهايه تروح تفتح انت موقع غير معروف وتنزل منه ابلكيشن غير معروف، ترجع بعديها اول ما تنزل تعمل تثبيت تنشر بوست على الفيسبوك والله جهازي صار فيروس فدي. لا، دائما خذ قاعده مقايه خير من قطاع علاج، تمام. دائما اعمل الحاجات السليمه او الاشياء السليمه قبل انت ما توقع بالغلط. فانا الان حوقف الفيديو، وان شاء الله تكون كل المعلومات وصلت يعني وبالطريقه الصحيحه. انا عارف اني طولت بالفيديو، ولكن بالنهايه هذا فيديو عباره عن تو فيديوز، تمام. غطينا فيها اللي هي الصم تكنيكس، وغطينا فيها كمان الكومن تايبس وفي نتورك اتاكس اشهر الهجمات الشائعه، وكيف انا ممكن احمي هاي النتورك، وكيف انا ممكن احمي مثلا جهازي كيوزر. فان شاء الله بفيديو قادم حناخذ اللي هو لاب عملي على اللي هو الباكت تريسر، بغطي 70% من هاي المواضيع ان شاء الله. ومن هيك بنكون انهينا ان شاء الله هاي السلسله. فبالنهايه ان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، ان اصبت فمن الله. اذا عجبكم الفيديو شفت المعلومات مفيده لكم كأشخاص أو للمجتمع كتوعوي، تمام. فبتمنى تسلخوا لايك يعني كدعم. نلقاكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.